سلامتكم متتبعيني ومرحبا بكم في القناة الكوجينة التونسية المقدية. اليوم باش نحضر معاكم باغيت فارسي أو الخبز المحشي. هنا خذيت 300 غرام فرينة، عندي الصحفة معايا خذيت 300 كما تشوفوا لهنا، وكأس ماء دافي، وباكو خميرة فورية، وطابع سكر، وملح حسب الذوق، وزبدة ذوبتها مغرفة كبيرة زبدة باش نعجن بها. أول حاجة حطيت الباكو خميرة، صبيتها في زحفة، طابع سكر، وشطر كاس ماء، حركتهم مليح بالمغرفة، خليهم حرك مليح 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 مليح. خليهم 10 دقائق على الأقل يرتاحهم، بعد باش نحط معهم الخليط. وبعد ما خلينا الخميرة ترتاح 10 دقائق، صبيتها في وسط الخليط وبديت نصب شوية ماء دافي لين تتلم، وزدت معاها الزبدة وبديت نعجن 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 حتى تلمت ونتحصلوا على الشكل هذا الكواري. وتوا نغطوها نخلوها ترتاح على الأقل ما بين ربع ساعة نصف ساعة. وبالنسبة لمكونات الحشو، عندي بطاطا قصيتها مربعات كيف كيف، قصيت لحم تاع الدجاج قصيته مكعبات، نجم تعمل الفخذ، نص حقه بصلة مفرومة، معد نص مفروم، وزيتون قصيته رونديلات. بالنسبة للتوابل، مغرفة كركم، مغرفة ملح، وشطر، مغرفة فلفل أسود. لهنا نسخنوا الزيت ونقلوا البطاطا، في نفس الوقت ناخذوا طاوة تشوفوا فيها صبيت الزيت والبصل المفروم، خلي كشكشته شوية على النار لين يذبل، وحطيت اللحم مكعبات تاع دجاج مع البصل والزيت، خليتهم يتقلاو مليح. وهنا خذيت شوية من معدنوس المفروم والشطر الباقي خليته المرحلة الأخيرة كي باش نعمل الحشوة. زدت التوابل متاعي اللي سميته لكم قبيلة ومرقت بالماء وخليتها تطيب على المهل على نار هادية، ومن بعد ما نطفي النار كيما تطيب الصوص ويقف على الزيت متاعه.
وين لهنا قريب باش نطفي، زدت 3 كعبات فرماج كما تشوفوا مثلثات تريونغل حتى باش يذوبوا. طفيت لهنا النار وزدت 1 بيضة. زدت للصوص متاعي بطاطا اللي قليتها المكعبات، وشوية معدنوس اللي خليته، وبعد ما الحشوة متاعي حضرت هنا خرجت العجينة كما تشوفوا، لقيتها زاد حجم متاع الضعف. جبت ورق تاع مطبخ رشيت عليه شويه فرينه باش ما تلصقش، وهنا باش نشكلو. انا لهنا شكلته ضفيره، وانتي شنو تعرف تعمل اشكال كيما تحبي انتي. حطيت الحشوه متاعي كيما تشوفوا، الحشوه متماسكه لازم تكون باش ما يخرجش الخليط وما تلصقش وتتحرق في الفرن. تشوفوا لهنا وتوا نبدو نظفروها كيما نظفرو في شعر. حتى كان فما فراغات في الوسط راهم بعد العجينة راهو كي باش نحطوها في الفور باش تزيد تتنفخ وتتسكر فراغات اللي كيما تشوفوا فيها فما فراغ عادي. من بعد تشوفوه جبت هنا اصفر بيضة ودهنتو بها باش يعطينا اللون الاحمر
تحمر شويه. ورشيت عليها الحبة السوداء اللي هي سينوش. انت تنجم تعمل جلجلان كما تحب. خذيت كويرة اخرى تاع العجينة وبديت نخدم فيها. هنا باش نعملها في شكل خبز، خبز الباجيت. وصلنا للمرحلة الأخيرة، توا ندخلهم للفرن. كما تشوفوا هنا تحصلنا على نتيجة رائعة. هنا تنجم تقصها كما تشوفوا في شكل مقروض، يعني مثلثات أبراج، وإلا تنجم تعملها للتقديم تقصها مربعات. أنت وشنو تحب؟ صدقوني رائعة، ننصحكم باش تجربوها وتعليقكم تهمني من تحت، واللي يشترك في القناة ترجع له بالمثل. وإن شاء الله إن شاء الله تشوفوني في فيديو آخر ودبارة جديدة. وتوا باقيكم على خير. بسلامة.